السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه يا شباب؟ عايزة أتأكد إن الناس سامعاني. لو الناس سامعاني just raise your hand كده لو سمحتم. شكرا يا أحمد، ماشي هند خلاص. شكرا يا شباب، ممكن تنزلوا إيديكم دلوقتي. تسلموا. عندنا المحاضرة التامة إن شاء الله، هنبدأ النهاردة. هبدأ على طول في الترمينولوجي زي ما اتفقت معاكم إن شاء الله. احنا واقفين في بيج 3 في الترمينولوجي، آخر حاجة كنا واخدينها كانت الابريجن. وقفت عندي الابسوليوت زيرو. يا ريت بقى يعني تذكر قوي وانا يا شباب بشرح الجزئية ديت، لان اللي انا هقول اندرلاين عليه وده المهم هو ده المهم. ما فيش اسئلة زي ما اتفقت. طيب absolute zero عندي كلمة the lowest يعني الأقل، underline كلمة the lowest كده زي ما أنا عاملة نقطة تحتها خط، يعني ممكن تيجي the lowest the highest the lower the higher. طيب ما هي low low هي الأقل، لا lower اللي هي المقارنة ما بين اتنين، lowest هي المقارنة ما بين شيء واحد ومجموعة أشياء. يبقى أنا هنا بختار مش بس terminology، بختار grammar كمان. The lowest temperature ever reachable in the universe، هي درجة درجة الحرارة الأقل اللي ممكن نوصل لها على في الكون كله، يبقى the lowest. lowest طيب عندي القيمة بتاعتها مهمة جدا، هي سالب 273 درجة سيليزية، هي بتساوي 0 كلفن. طيب إذا جت النقطة دي في الامتحان تيجي بأنهي صيغة؟ هسأل على lowest وهسأل على القيمة، خلاص يبقى أنا ديت ممكن تيجي بسؤالين في الامتحان. absorption، الابسوربشن هسأل على كلمة decrease زي ما انا عاملة underline كده، decrease in intensity of radiation، هل هي decrease ولا increase؟ هي decrease طبعا. بيقول لي هنا في الكتاب page 3 when it crosses a material medium، لما بيحصل ان هي الاشعاع ده بيعدي في خلال وسط، as a consequence of an كنتيجة لي interaction، هعمل كلمة underline interaction between the radiation and the material medium، وبرضه بعمل underline radiation والmaterial medium. المفروض ان انا مش هترجم لان احنا متفقين ان انتوا المفروض محضرينها. تمام. عندي كمان حاجة اسمها الabundance. الabundance لها معاني كتير في القاموس، بس هي مش ده المعنى اللي احنا عايزينه هنا. لو لقيته في القاموس هتلاقوا معناها وفرة او اكثرية. طيب هنا بعمل underline لكلمة relative number of atoms of a particular element in the chemical composition، chemical دي مهمة جدا، of a single substance or object، single برضو مهمة، نعمل تحتها underline. accelerometer ماشي. essentially mechanical، بعمل mechanical underline system measuring the acceleration of the body to which it is attached، هعمل underline لacceleration زي ما انت شفت. تمام. هو معناه ايه اساسا الجزئيه دي؟ لان انا ما كنتش قلت ان احنا نحضرها. نظام ميكانيكي متذبذب بيقيس تسارع الجسم المرتبط بيه، الاكسلوريمتر ده هي دي فايدته. تمام. بدخل على اللي بعده alignment بيج 4، هنلاقيها رقم 17 آخر حاجة في بيج 4. process of mounting عد يبقى optical، يبقى optical ده مهم، underline elements and adjusting مهمة، their position and orientation so that light flows exactly the desired path through the instrument and each optical element، طبعا اوبتيكال خلاص عملنا تحتها underline قبل كده، performs its function as planned. انا هنا عندي نقطتين هعمل لهم underline، optical و adjusting بس. طيب بيج 7، طبعا كل الحاجات اللي انا سبتها ديت ما تسألنيش عليها دلوقتي، انا هقول لكم ان شاء الله في نهاية المحاضرة هنعمل ايه. بيج 7 هاخد ايه؟ astronomy
study of the space beyond the earth اللي هي دراسة الفضاء. عمل underline ال definition نفسه مهم، يعني هجيب مثلا ايه it is هقول النقط it is the study of space beyond the earth، هل هي astronomy، هل هي astrophysics، هل هي atmosphere، يبقى astronomy. طيب جوه ال definition نفسه هعمل underline لكلمة space. astrophysics اللي هو ايه؟ دراسة فيزياء الفضاء أو الكون. study of the physical nature of the universe مهم جدا أنا أعرف إنها physical، هي طبعا واضحة من الاسم physics. atmosphere الغلاف الجوي layer of gases surrounding a star or planet. طيب ما انتي ما عملتيش underline فيه، يهمني إن أنا أعرف إن ده definition معناها اللي هي الاتموسفير ماشي. وجازز طبعا يا ريت لو تبقوا عارفين إنها جاز. يبقى تاني هنقول خدنا الترمينولوجي إيه النهاردة. بيج 3 absolute zero اللي هو رقم 6 و 7 absorption 8 abundance accelerometer 9 17 alignment alignment ورقم في صفحة 7 رقم 36 و37 و38 astronomy وastrophysics واتموسفير. ده بالنسبة للجزء بتاع الترمونولوجي. باقي الحاجات في الترمونولوجي لسه ما حددتش اذا كنت هديكوا فيها حاجة تاني ولا لا. تمام. طيب الناس تذاكر كويس كويس جدا الترمونولوجي لان هو ملوش اسئلة ومش هتعتمدوا فيها على الفويس اللي بتسمعوا مني دلوقتي وعلى الحاجات اللي انا حطيتها في البي دي اف. تمام يا شباب. طيب بالنسبه للجرامر انا هدخل على طول شرح، مش يعني مش هسمح باسئله دلوقتي الا في النهايه. اي حد عنده اي استفسار يكتبه ونبقى نرجع مع بعض سوا، عشان خاطر في ناس بتيجي الباقه ما بتكملش معاهم وبيضطروا يسيبونا قبل ما نكمل شرح. يا ريت بس الناس اللي رافعه ايدها تنزلها لان مش هسمح باي اي انترابشن خالص علشان خاطر زمايلنا الباقة بتخلص منه. بالنسبة للجرامر هروح على الجرامر ده جزء دي مهمة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت. بيج 63 و64 بيقول لي some of the book is good و some of the books are good. طيب هي some of و a lot of و two thirds اللي هي الثلثي، يعني دول كلهم قاعدة واحدة، يبقى من نمبر A لحد نمبر F قاعدة واحدة. بنروح علينا بقى ونقرا بالراحة. Some of the book is good, some of the books are good. A lot of my a lot of the equipment is new, a lot of my friends are here. Two thirds of the money is mine, two thirds of the business are mine. يعني ايه؟ لما الاقي في بداية الجملة some of و a lot of و two thirds of، على ايه هجيب الفيرب مفرد ولا جمع؟ هيكون على حسب النون اللي جاي بعدها. النون اللي جاي بعدهم مفرد هجيب الفيرب يدل على المفرد، النون اللي جاي بعدهم بلورال جمع هجيب الفيرب يدل على البلورال للجمع. يبقى انا طب انا هنا استفساري سؤالي في الامتحان لو جه هنا النقطه زي دي هتيجي على ايه؟ هاجي هسال على حاجتين، يا اما السبجكت يا اما الفيرب. يعني هقول some of the book نقط good، خلاص هبص هنا لقيت some of اروح ابص على اللي وراه لقيت السبجكت سنجلر مفرد، يبقى انا هختار الفيرب يدل على المفرد يبقى هقول is. طيب لقيت some of the books نقط good يبقى are. طب انا لو جيت اسال على السبجكت هقول ايه؟ هقول a lot of نقط is new the equipment ولا equipments؟ يبقى the equipment. يبقى انا تاني القاعدة دي بتقول لي لو لقيت في بداية الجملة some of و a lot of و two thirds of ثلثي او ثلث او ربع او ممكن الاقي one third او هبص على السبجكت اللي يليها، اذا كان يدل على السنجلر المفرد اجيب الفيرب يدل على السنجلر، انما لو لقيت السبجكت اللي وراها بيدل على البلورال هجيب الفيرب برضو بيدل على البلورال. دي القاعدة اللي هي الأولانية واخدة من A لحد F. طيب القاعدة التانية اللي هي واخدة G و H و I. One of each of every one of يعني أحد. هل أنا ينفع أقول حتى في اللغة العربية المفروض طبعا إحنا ما نترجمش هنا دي قواعد لغة إنجليزية،
بس سي مثلا احنا هنترجم صح، هل ينفع اقول احد صديقي؟ لا طبعا، لما اقول احد او احدى، يا اما اقول احد اصدقائي يا اما احدى صديقاتي. يبقى لما اجي اقول one of يبقى يجي بعدها بلورال نون اسم جمع، يبقى my friends. طيب الفيرب هيجي على يدل على انهي فيهم؟ وانا فين الفاعل بتاعي؟ الفاعل بتاعي احد اصدقائي، مش كل اصدقائي. يبقى one of my friends is here، احد تواجد احد اصدقائي هنا. دي الترجمة باللغة العربية الصح، يتواجد او احد اصدقائي هنا. تمام. طيب each of my friends is here، كل من اصدقائي هنا برضه، يتواجد كل من اصدقائي هنا. يبقى one of each one of every one of my friends. يبقى لو لقيت الثلاثة دول يجي بعدهم بلورال ناون اسم جمع والفيرب يدل على المفرد، يبقى انا هسأل هنا سؤالين. اكيد طبعا مش هسأل في one of ولا each of ولا every one of، هسأل على البلورال ناون وهسأل على الفيرب. تمام. طيب عندي نمبر جي يو كي، احنا هنا في الكتاب صفحة 64 دلوقتي. جي يو كي ايه ده؟ ده جايب لي بيقول لي none of the boys is here و none of the boys are here، واحدة formal واحدة informal. طب انا اعرف الفرق ما بينهم ازاي؟ الفورمال لما انا حد بيكلم حد يكون اعلى منه في الدرجة او الوظيفة. يعني مثلا لو انا بكلم حد منكم وبسأله، احنا المفروض ان احنا عندنا محاضرة في المدرج الكبير مثلا، بكلمه في التليفون مثلا احمد او محمد او ايمان، اي حد، واقول لهم لو سمحتوا هل في حد من الشباب موجودين؟ فرد قال لي ايه؟ المفروض يرد هيكلمني فورمال، لان هو المفروض ان هو طالب وانا الدكتور اللي بدرس له الماده، يقول لي none of the boys is here. طيب هنعرفها ازاي في الامتحان؟ هتيجي جمله قبلها تعرفني ان دي فورمال ولا مش فورمال. يعني هقول احمد is talking to his professor، بيكلم البروفيسور او دكتور. he says none of the boys not here، هقول is. طيب say مثلا ان احمد بيكلم محمد، هما شله مع بعض اصحاب، والمفروض ان هما متفقين هيتقابلوا في مكان، احمد راح بدري ومحمد كلمه قال له ايه الاخبار، في حد من الشباب بالنادي مثلا؟ قال له لا، المفروض ان هو يقول له ايه؟ لا ما حدش جه. None of the boys are here، هنا informal. يبقى لما اجي اقول في الجملة هقول احمد is talking to his friend and he says، وهو قال none of the boys are here. ماشي يا شباب؟ تمام. عندي كمان جملتين اللي هي ال L وال M. بيقول لي the number و a number of. of ايه الفرق ما بينهم؟ the number of students in the class is 15. ايه ده؟ ده the number يعني ده عدد، وانت بتقولي 15. لا انا اقصد العدد الاجمالي بتاع الطلاب، كمان ما بعدهمش، ما بقولش احمد ومحمد وحسينة وسارة وي وي وي، لا انا بقول عدد توتال على بعضه كام الموجودين. يبقى the number of يجي بعدها الفيرب يدل على المفرد، the number of students is 15. انما a number of طبعا الاولى معناها the number of اللي هو عدد الطلاب، انما a number of لو لقينا في of لقيناها في الترجمه هيقول عديد من الطلاب. اللغه العربيه بتفرق، عشان كده ما نقولش، بيقولنا ما نترجمش. a number of ده expression بيدل على الكوانتيتي الكميه، زي a lot of كده. يجي بعده subject مفرد جمع، ويجي بعده verb يدل على البلورال الجمع. يبقى لو لقيت the number of هجيب الفيرب يدل على المفرد. طيب لو لقيت a number of students هقول where late for class. طيب هحل معاكم كده جزء من الاكسرسايز، عليه بسيط. تمام. ونقول مع بعض. يعني رقم واحد انا لقيت some of، طب انا مش فاكر، خليني ارجع كده لنفس الدرس اللي احنا خدناه، لقيتها في الاول بيقول لي some of. ايوه انا ابص على صفحة 63 بقى، هبص على some of هلاقي بيقول لي اللي جاي بعدها، اشوف اللي جاي بعدها، لو كان اللي جاي بعدها subject فاعل في المفرد هجيب في المفرد الفعل، لو كان جمع هجيب في جمع. خلاص انا عرفت القاعدة، ارجع تاني احل. some of the fruit، فروت ديت ادهى مش فروتس، دي فروت يعني هو بيتكلم على ثمرة فاكهة واحدة بس مفرد، هبقى انا هجيب الفيرب في الحالة المفرد. طب انا عندي are ودو، قلنا دول غلط خلاص ما ينفعوش، يبقى is وdoes. روتين يعني اتعفنت، هنا adjective عايز فيرب to be، يبقى is.
يبقى انا الحل عندي هيبقى some of the fruit in this bowl is fruiting. عرفنا نحلها ازاي. طيب جملة رقم اتنين some of the برضو خلاص لقيتها apples جمع، يبقى انا هختار يا اما do يا اما are. لا انا عندي rooting adjective يبقى عايزة are، يبقى are rooting. تمام يا شباب. طيب احل معاكم كمان جملة علشان نشوف بنحلها ازاي. اروح لرقم 14 بيقول لي one of the chief materials in، ماليش دعوة بقى اللي بعدها، هو بيقول لي one of، احد، انا مش عارفة اترجم الباقي مش مشكلة. يبقى هختار مفرد يا اما is يا اما does. ماشي كالسيوم ده جاي بعدها، يبقى is calcium. one of the chief materials in bones and teeth is calcium. بيقول لي يعتبر احد الماتيريالز المهمه اللي موجوده في البونز العظام والتيث اللي هي السنان هي اللي هو الكالسيوم، يبقى is. يبقى انا دلوقتي المفروض ان احنا هنحل كل الاكسرسايز ده عليه اللي هو موجود صفحه 64 و65. هاجي على بيج صفحه 65، هبدا الاول بذير. مرة بيقول لي there is ومرة there are. طيب هل هي there نفسها بتدل على حاجة؟ لا، أنا لو لقيت عندي كلمة there ومطلوب مني إن أنا أحط الفيرب بعدها أشوف اللي جاي بعد الفيرب. السبجكت بتاعي هنا متأخر شوية، جاي بعد الفيرب there is a book، يبقى a book، يبقى اللي بيقول لي there ونقط a book on the shelf، في كتاب على الرف، a book مفرد، يبقى هقول there is مش هقول there are. طيب طب there not some books on the shelf، books اهو some books، يبقى هحط are. طيب صفحة 66 هتلاقوها بيقول لي there not seven contents، في سبع قارات، يبقى are there are. الاكسرسايز ده سهل، اللي بعد الفيرب هشوفه هل هو بيدل على المفرد هجيب singular اجيب is، ولا هجيب are لو كان بيدل على البلورال. طيب is مرة ممكن تبقى isn't ممكن تبقى aren't زي ما انتم شايفين في الاكسرسايز. طيب نمبر 1 بيقول لي ايه في الاكسرسايز، زر نقط اني ليترز ان ذا ميل فور يو توداي. انا خلاص لقينا زير عندي سبيس فراغ اهوت، هشوف ايه اللي جاي بعد الفراغ، ليترز، ليترز يبقى ده ليتر دي جمع، يبقى انا اجيب حاجه تدل على الجمع، يبقى ازنت غلط ودازنت غلط، يبقى انا بختار ما بين بي وسي. خلاص احنا قلنا متفقين ان هو اللي بيجي بعد زير يا اما از يا اما ار، يبقى انا هختار ارنت، يبقى there aren't any letters in the mail for you today. ديت بيج 65 و66. اجي بقى تحت في حاجه بيقول لي subject verb agreement، برضو نفس اتفاق الفعل والفاعل، ولكن في عندي some irregularities يعني في حاجات شواذ عندي. الدول، اسماء الدول اللي هي بتبان انها جامعه، تمام، في اسماء بتبان انها جامعه زي لما يجي يقول لي the United States of America اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، هو هنا يقصد بيها إن هو في ولايات كتير ولا يقصد بيها أمريكا اللي هي كدولة؟ لا هو يقصد بيها الدولة، يبقى the United States is big، the United States is big، the United States is big، الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، هو يقصد هنا دولة واحدة بس. The Philippines consists of more than 7,000 islands. يعني دلوقتي بيقول لي ان الفلبين دي دولة بتتكون من اكتر من 7000 جزيرة. Philippines هي دولة واحدة بس فيها اس، هو اسمها اللي هو فيه اس هي مفرد، يبقى consists of. طيب The United Nations منظمات، المنظمات اللي بتيجي في اللي بيبقى بتنتهي بحرف الاس هي مفرد ماليش دعوة، دي منظمة اسم منظمة. الأمم المتحدة دي منظمة، يبقى The United Nations has its headquarters in New York City، يبقى المقر الرئيسي لمنظمة منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، منظمة ما قاليش منظمات، هي The United Nations هي منظمة واحدة بس، يبقى has مفرد. Sears is a department store، بيقول لي ديت اسم اسم سلسلة تجارية، Sears ده زي ما نقول ايه ماكدونالدز، هل ماكدونالدز دوت دي ماركة، ماكدونالدز locates in بنها، بيقع مقر دوناتس، ماكدونالدز موجود في بنها، دوناتس
دوناتس عندنا موجود في بنها. ايه ده؟ ده مش جمع، ده هو اسم ماركة. ماركة. طيب ده نمبر A و B و C و D. انا دلوقتي في صفحة 67. E the news is interesting. The news is interesting. ايه ده the news و is ازاي؟ هي الاخبار في كلمة news في اللغة الانجليزية عندي هي مفرد singular، ده بس هي ترجمتها باللغة العربية اخبار، ماليش دعوة. قلت قبل كده بالترجمة، قال ليها دعوة ان دي ده جرامر ورولز لازم نبقى متفقين عليه. يبقى news is singular، الاخبار هي مفردة. بيقول لي fields of the study that ends in ics require singular verbs. يعني بيقول لي ناخد بالنا ان في بعض اللي هي الدراسه، المواد الدراسيه بتنتهي ب ics، تمام، وديت هي اساسا مفرد زي mathematics physics الرياضيات. هو انت بتقول ماده الرياضيات هي مواد صعبه ولا بنقول ماده الرياضيات هي ماده صعبه او ماده سهله؟ بقول هي ماده الرياضيات، مادة الرياضيات. أيوة بس ده الرياضيات دي فيها جبر وفيها هندسة وفيها تفاضل، أنا ماليش دعوة بهي فيها إيه، أنا بتكلم هي مادة واحدة بس، بتكلم على مادة الرياضيات. يبقى mathematics is easy for here، physics is easy for here، physics سهلة والماثيماتكس سهل. طيب بيقول لي certain illness ends in is are singular، في بعض الأمراض اللي هي بتنتهي بالإس وهي بتدل على المفرد زي الدايابيتس اللي هو السكر، مرض السكري. طيب انا عندي مجموعه امراض تانية بعد شر علينا وعليكم، انتوا برضو هتبقوا عارفينهم، موجود في صفحه 67، لان دي يعني ممكن برضو ان شاء الله تكون موضع سؤال، اللي هي صفحه 67 نمبر جي فو، مكتوب دايابيتس از ان illness قصادها certain illnesses that ends in s are singular، وجايب لي ست اسماء للايه للامراض. اجي بقى expression بعدها expressions of time money and distance usually require a singular verb، يعني التعبيرات الدالة على الوقت والفلوس والمسافة في الغالب. ناخد بالنا كده من كلمة في الغالب ان هي بتتطلب ايه؟ بتتطلب verb مفرد. 8 hours of sleep is enough، يعني 8 ساعات من النوم وقت كافي جدا. ايه ده 8 ساعات؟ انا قلت لاحظ ان انا قلت ايه، هو وقت كافي، انا اكسبريشن عن التايم، ما بعدش انا من 1 2 لحد 8، ده اكسبريشن عن التايم. 8 hours of sleep زي ما اجي اقول ايه مثلا، يعني هو مثال تاني لما اقول هوتيل فندق 5 نجوم بقول 5 stars hotel is perfect، ممتاز، is excellent، جيد جدا. تاني ما نقول المثال ده مش مكتوب قدامكم تاني ولا موجود في الكتاب، هقوله تاني لما اقول 5 stars hotel is excellent، يعني اللي هو الفندق 5 نجوم، ده 5 وانت بتقولي نجوم يبقى لازم ار، لا هو هوتل، هو اوتيل واحد، هي انا برضو هو expression واحد عن الوقت، مدة واحدة. $10 is too much to pay، يعني ده انت دفعت $10 دول كتير قوي، كمية كتير قوي من الفلوس يعني عشان تدفعها له، يعني مستحقش المبلغ ده. 5000 miles is too far to travel، يا عشان تسافر 5000 ميل ده كتير جدا على ان احنا نقدر نسافر. ماشي يا شباب. طيب المعادلات الرياضية، المعادلة الرياضية 2 plus 2 is او equal 4، 2 وزائد 2 بيساوي 4، هي المعادلة الرياضية تيجي از، المعاملات هي اللي اسمها المعاملات الرياضية والحسابية. 5 times 5 is 25، يعني 5 في 5 بيدين 25، singular verb برضه. طيب بالنسبة للبلورال، بلورال فيرب اللي هو عندي برضه صفحة 67، ناخد بالي من حاجة، بيقول لي بيبل بوليس وكاتل اللي هو القطيع، ماشي، ما بينتهوش بإس بس بياخدوا الفيرب جمع لان هو بيدل على المينينج بتاعهم جمع. those people هؤلاء الاشخاص او الناس are from Canada، من كندا، يبقى those people are from Canada. the police have been called، انا طلبت البوليس have been called، لا ثانيه واحده، ده احنا خدنا ان، ماليش دعوه احنا خدنا، طيب انت خدت ايه؟ هقولك انت خدت ان البوليس ستيشن از، ايوه ما هو البوليس ستيشن هو المقر بتاع الشرطه، مقر واحد هو هنا إز، إنما أنا هنا بقول
قوة الشرطة اللي جاية. هو جاي لي شرطي واحد انا طلبته علشان يجي يأمنني في لا قدر الله في الحادثة اللي حصلت، ولا بتصل بقوة في ناس كتير بتيجي؟ يبقى the police have been called. كاتل القطيع، قطيع ده يعني حيوانات كتير، يبقى are domestic. في بقى بيقول لي a few adjectives can be preceded by the، ده اللي هو قصادها كلمة ذابور. بيقولي ناخد ان بعض ال ناخد بالي ان بعض ال adjectives اللي هي الصفات بتسبقها كلمة ذا، اللي هو ال pronoun اللي هو ذا يعني، and used as a plural noun، ويتم استخدامها كاسم جمع ومفيش فيها اس، without final s علشان يشير لها، زي ما اقول ايه the poor have many problems، لدى الفقراء العديد من المشاكل، يبقى the poor have many problems. The rich get richer، يعني الغني بيصبح أغنى، الأغنياء بيصبحوا أغنى، والفقراء لديهم العديد من المشاكل. عندي مديني other examples، بيقول لي إيه the young اللي هم الشباب، يبقى the young. The elderly الكبار، the living الأحياء، the dead، the blind، the deaf، the disabled. دول كلهم يبقى ال adjective لما تيجي قبلها the بيدل على مجموعة من الناس أو مجموعة من الناس اللي بتتسم بصفة واحدة، الفقراء، الأغنياء، الصم، البكم، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحياء، الأموات. دي بيدل على مين؟ البلورال، الجمع، فلازم الفيرب يجي يدل على الجمع. طيب في تحت هنا عندي بيقول لي الفرق ما بين statics ولما تيجي بمعنى مفرد ولما تيجي بمعنى جمع. الجزئية دي صعبة شوية فهنقراها مع بعض. بيقول لي statics is singular when it refers to a field of study، يعني مادة الإحصاء، يعني كلمة إحصاء لو جت بمعنى إن هي مادة الإحصاء يبقى هي جاية مفرد. يعني لما أقول إيه I love statics it is very easy to study، خلاص أنا بحب مادة الإحصاء علشان هي سهلة في الدراسة. طيب when it refers to a particular numbers، لما بتشير إلى أرقام، it is used as a count بيساوي singular بتساوي one static، يعني أنا ينفع أقول one static وينفع أقول statics، برضو مش فاهمة. تاني طيب this static اللي هو الإحصاء، الجدول الإحصائي ده صح، يبقى this static is correct. Those statics are incorrect. تاني لما اجي اتكلم على مادة الإحصاء هي زيها زي مادة الفيزياء، زيها زي مادة الرياضة، بتنتهي بـ ICS، هي مادة مفرد خلاص. إنما لما اجي اتكلم على الإحصاء كجدول، الجدول الإحصائي اللي انت عامله صح، الجدول الإحصائي اللي انتوا عملتوها دول غلط. تاني يبقى لما اقول احمد عمل جدول إحصائي يبقى this statics، this static that احمد had done is correct. احمد برافو عليه، انا اديت كل واحد اكسرسايز في الاحصاء، احمد عمل الاكسرسايز صح، فخلاص الاستاتيك بتاعه صح. طيب محمد وساره وعلي كلهم عملوا جداول احصائيه مختلفه، يبقى زوز ستاتيكس ار انكوركت. لما يبقى جدول احصائي يبقى صح، جداول احصائيه تبقى جمع. طيب هاجي تاني صفحه 68، بيقول لي ايه كلمة انجلش لما تيجي هل هي مفرد ولا جمع، على حسب برضو انت جايبها في ايه. singular verb امتى؟ انجلش is spoken in many countries، اللغة الانجليزية يتم التحدث بها في العديد من الدول، اذا ما هي ديت لغة زيها زي اللغة العربية، زيها زي اللغة الصينية اليابانية. هل هي مفرد ولا جمع؟ طبعا مفرد مش محتاجة كلام، يبقى هو English is spoken in many countries. طيب لما اجي اقول ذا انجلش هنا دي اقصد بيها الشعب البريطاني او الانجليز، يبقى ده جمع، الشعب البريطاني كتير، الانجليز كتير، يبقى درينك، يبقى بلورال فيرب. طيب لما اجي اقول تشاينيز از هيز نيتيف لانجويج، ده هي اللغة الصينية هي لغته الام، ما هي لغة خلاص، يبقى هي مفرد. طب لو ما اقول ذا تشاينيز هاف ان انترستينج هيستوري، الشعب الصيني لديهم تاريخ مشوق، يبقى هاف. يبقى اجي تاني ناخد بالي من الكلمات اللي هي المتقاربة، اللي هي زي انجليش وذا انجليش. طيب يا شباب عندي بيقول لي تيك كير بعد الجدول كده داتا
او data زي ما في ناس تنطقها كده وكده is an irregular plural noun، ده هي جمع في حد ذاتها. even though it is grammatically plural it typically takes a singular verb، يعني بتاخد verb في المفرد، ولكن برضو البلورال فيرب بيستخدم احيانا في الفورمال. يعني ايه دلوقتي؟ يعني ينفع اقول the data is و the data are. طيب لما اقول the data in the census report is very interesting، ممكن اقول the data in the census report are very interesting. امتى اقول is وامتى اقول are؟ are بيجي في حالة الفورمال، يعني نفس اللي احنا قلناه في none of. يعني انا دلوقتي لو في اتنين ماسكين تقرير، اتنين صحاب، هقول له ايه the report the data in the report is interesting، جميلة جدا يعني مشيقة. طيب لو هو بيتكلم في الدكتور بقى في المعمل وهو بيديله التقارير بقى، هل هو يقول له are ولا is؟ لا هيقول له are، the data in the report are correct، سليمة، طلعت سليم. يعني مثلا لما حد فيكم في معمل الفيزياء بيكلم المعيد او بيكلم الدكتور اللي معاه وطلع المفروض ان كلكم بتعملوا تجارب، فالداتا اللي هي البيانات هنقول احنا بنكلم الدكتور ايه، هنقول له ار، انما انا لو احنا الاثنين زمايل هتبقى از. عندي الاكسرسايز اللي بعد كده هنحله صفحة 68 و69، بس عندي تيك كير ان انا في اكسرسايز في صفحة 68 رقم 10 بيقول لي many people in the world not have enough to eat. الإجابة مش موجودة، هي الإجابة do، يبقى don't. في عندي do يبقى don't، الإجابة مش موجودة في الاختيارات رقم 10. تاني رقم 10 many people in the world الإجابة don't have enough to eat، الإجابة مش موجودة في التشويسز. هنحل صفحة 68 و69 و70 لحد النص. تمام، ده بالنسبة لي كان جزء الجرامر. بالنسبة لجزء الفونولوجي هيبقى في الكتاب الايه الصغير، هبدأ من صفحة مكان ما انا وقفت صفحة 25. الجا ايه ده؟ الساوند اللي هو اللي انا ده اللي انا بتكلم عليه ده اللي انا مظللاه ده قدامكم اسمه جا، هو هتلاقوه في صفحة 25 كاتب كلمة تلفزيون، جا تلفزيون. طب هي جاية مكان ايه؟ مكان الاس، بتنطق الاس هنا جا. ايه ده؟ طب انت كده، انتوا كده تلفزيون، انتوا نطقتوا الاس اساسا ايه؟ جا. طيب يوجوالي فعل الاس نطقتها جا. تاني الكلمة اللي بعدها decision، decision فعل. الكلمة اللي بعدها measure جا، يبقى انا عندي حاجة اسمها الجا ساوند. طريقة السؤال في الامتحان the underline the letter in pleasure will be pronounced، هلخبطك طبعا واحط لك الجا ساوند زي ما هي، واحط الجا واحط الشا، يبقى انا عندي the underline the letter in pleasure يبقى جا ساوند. ده اندرلاين ده بقى بيج 27 حاجه اسمها ج ج. انا هي للاسف في ناس بتيجي تقول لك ايه جام مربى، لا غلط، هي ما اسمها جام، اسمها جام، نحط الد في النطق قبل ما جام، موجوده عندي صفحه 27 اول كلمه فوق جام، ما هياش عربيه جيب، اسمها جيب. ايه ده احنا بننطقها كده وبنكتبها كده، بننطقها غلط وبنكتبها غلط، بنكتبها جيب جي زي ما هي بس جيب جيب. طيب جوك جوك، احنا بنقولها جوك، جوك غلط، هي جوك جوك. طيب the underline the letter n جير جا اول اختيار، يبقى انا هختار الاختيار ده. في اكسرسايز انا نسيت اقول عليه صفحة 26 ده مهم جدا، اكسرسايز السابع مفرق لي ما بين السا ساوند والشا والجا، هحلوه. طيب عندي الاكسر اللي بعد كده
صفحة 29 مكتوب يوجا. ايه ده يوجا؟ ده يو. انا لا، ما هي مش يو، هي واي مكتوبة واي اه، انما اليو اللي هي اليو اللي هو البرونونس ده هو اللي مكتوب ده. ده انت كاتبة جي اهو فوق هنا، ده انت كاتبة جي، انا مش كاتبة جي. هو البرونونسيشن ده هو معناها اليا، اليا ساوند، يا ساوند. بنروح عليا كده عشان ما تلخبطوش مني. في حاجة اسمها الجي اللي احنا لسه، اللي هي بتتكتب كده، ديت دي جي، دي جي مكتوبة تمام، والجي مكتوبة ده لتر، ده لتر، ده لتر. انا دلوقتي بتنقلت لحاجة تانية خالص اسمها الساوند، ده اسمه ليا ساوند. يس يوجا يو، بتتكتب واي وتتنطق ليا ساوند، ده ليا ساوند. يا شباب هي بس البرزنتيشن خرج وهدخل تاني. عذرا يعني. ماشي تمام. The underlined letters in yoga will be pronounced ya. خلاص احنا قلنا الياء، يبقى انا هختار دي، الاختيار ده اللي هو الاختيار اللي هو الياء التاني. اخر ساوند عندي في الكتاب، ونكون خلصنا الجزء بتاع البرونانسيشن في الكتاب الصغير. الجا ساوند ده اسهل طبعا، اسهل حاجة، اخر حاجة واسهل حاجة. الجا ساوند زي جيرل، باج، جوت، جلاس. The underlined in goat will be pronounced الجا ساوند اللي هو الاختيار الاول، ده الجا ساوند. تمام يا شباب، ده الجا ساوند. ده بالنسبة لجزء الايه، البرونانسيشن في الكتاب الصغير. انا هخرج من برزنتيشن وهتكلم شوية بسيطة عن ايه اللي هيتم ان شاء الله الفترة اللي جاية، وبعد كده اي حد عنده اي استفسار او مكنش انا اجبت عليه يرفع ايده. كده خلاص، انا علشان خاطر اي حد بكتب تخلص، يبقى احنا كده خلصنا المحاضرة، بس هنجمع شوية حاجات. طيب احنا اولا المحاضرة اللي جاية ان شاء الله من المفترض ان هي ممكن تكون الاخيرة، على اساس ان كل الجداول الامتحانات نزلت، فالمفروض ان هي تكون يوم 31/12. المفروض ان الاسبوع الاول هو في اعياد كتير لاخواتنا المسيحيين، كل المسيحيين كل سنة وانتم طيبين، فممكن ما يبقاش فيها محاضرة تاني، فمن المفترض انها تكون الاخيرة. انا هعمل ايه؟ المحاضرة اللي جاية هتكون مسجلة ان شاء الله، يعني انتوا هرفعها لكم، ممكن تكون على يوم الاربع او الثلاث ان شاء الله، يعني مش هيبقى في محاضرة الخميس اونلاين، هتكون مسجلة. ممكن اسجل اكتر من محاضرة، واحدة انهي فيها الحاجات اللي احنا لسه ما شرحناهاش، والتانية هشرح فيها ايه اللي هيجي في الامتحان. يعني احنا لسه خلصنا ولا ما خلصناش؟ ان شاء الله الاسبوع اللي جاي احنا مخلصين، على اساس ان يبقى عندكم سبيس من الوقت كده ان انتوا تقدروا تذاكروا وتخلصوا كل حاجة. طيب في ناس هتسألني احنا كده خلصنا الفنولوجي ولا لا؟ طب احنا كده خلصنا ال محد، انا مخلصتش لسه المنهج، في باقي لكم محاضرة شرح غير المحاضرة اللي انا حدد فيها المنهج. يعني انتوا ان شاء الله هتستقبلوا مني محاضرتين الاسبوع اللي جاي، وهيبقوا قصيرين، اللي هي المحاضرة اللي هي التاسعة دي هتبقى قصيرة لان هبقى فنش فيها المنهج، والمحاضرة العشرة هتكون هي المحاضرة اللي فيها ايه الحاجات اللي احنا هنذاكرها علشان خاطر المنهج. طيب احنا عايزين محاضرة كمان علشان نسألك لو في اي حاجة واقفة قدامنا، ديت نعملها ان شاء الله في الاسبوع الاول في شهر واحد. هشوف جدولكم هتبدأوا محاضرات امتى، ونتفق مع بعض على ميعاد وندخله اونلاين، كل واحد يكون مجهز اسئلته يسألها. طيب اي استفسار بقى دلوقتي هسمع منكم علشان اسجل عندي الاستفسارات، لو في حاجة مثلا انتوا هتسألوا عليها خاصة بيه اي حاجه، عشان ابقى اجيبها لكم المره اللي جايه، او لو في اي جزء عايز يتعاد شرح في اللي فات، بس محدش يقول لي عيد شرح حاجه وهو لسه مذاكرش. طيب انا هسمع بقى دلوقتي، هسمعكم، وطبعا عايز يخرج دلوقتي انا خلصت شرح. اتفضلي يا امنيه.
دكتور بعد إذنك، حضرتك قلت لنا إن إحنا إن حضرتك هتحلي معانا اللي هو الجرامر الأسئلة، فده يبقى في المحاضرة لوحده ولا إيه؟ بصي يا أمنية، دي في المحاضرة إن شاء الله اللي هي المفروض إن هي اللي جاية ديت. أنا مش عايزة أحل كل الأسئلة للأسف، علشان خاطر في ناس هتبقى معتمدة عليا أنا في الحل، فأنا عايزة أحل زي نوتس، أو ممكن نأجلها إن أنتوا تحلوها والمحاضرة اللي بعدها يبقى مطلوب منكم إن أنتوا اللي تقولولي على الحاجات اللي وقفت قدامكم. يعني لسه بصراحة مش عارفة، يعني أنا لو نزلت انا كل الاجابات يبقى محدش هيذاكر اي حاجه، ولا حد هيذاكر لا جرامر ولا اي حاجه، هيشوفوا بس الاجابات وخلاص. فانا دي برضو لسه يعني مش عارفه بصراحه، بس اغلب الظن ان انا هنتظركم ان انتوا في المحاضره اللي هنبقى فيها مع بعض وانا اقول الاجابات، او اقولها مسجله، بس مش هقولها المحاضره دي ولا المحاضره اللي جايه بصراحه، هخليها في محاضره الريفيجن علشان يكون الناس دخلت شويه قوي في الامتحان، فغصب عنها هيكونوا يذاكروا. انت فاهماني يا امنيه؟ تمام يا دكتور. طيب اتفضل يا احمد. تمام احمد يا انت دكتور، انا ما حضرتش المحاضرة اللي فاتت يا دكتور، كان النور قاطع، ما كانش في نت عندنا. ده مفيش مشاكل يا احمد، سمعتها اونلاين سمعتها مسجلة، ايوه تمام مفيش مشاكل ان شاء الله. عشان هي بس ما قلت لك يا احمد مفيش مشاكل ان شاء الله، انا عارفه ان في ظروف، انا عن نفسي النهارده شرحت بسرعه جدا علشان خاطر الناس اللي باقتها بتخلص، فان شاء الله مفيش مشاكل يعني. تمام يا دكتور. كده يا شباب، يعني اي حد عنده استفسار طبعا هحمل قائمه الغياء الحضور. متأكد بس انها نزلت، معلش ثواني معايا. كده تمام، كده خلاص يا شباب، ما حدش عنده اي استفسار، فانا بشكركم على المحاضرة، وان شاء الله يعني المحاضرات اللي جاية تبقى مسجلة على الاقل محاضرتين ان شاء الله. واي حد عنده اي استفسار ممكن يسألني على الفيس على الماسنجر زي ما احنا متفقين ومتعودين بعد المحاضرة. السلام عليكم، في حفظ الله.